Ladies and gentlemen, a new episode of سلسلة الحروف وأصواتها. والنهاردة معدنا مع حرف ال E. أنا كنت عارف هبتدي النهاردة الحلقة إزاي بصراحة، لأن يعني حرف ال E لي أوضاع كتير في الإنجليش ممكن يتنطق فيها وممكن يتنطق بطرق مختلفة. بس إن شاء الله لو اتفرجت على الحلقة النهاردة لغاية النهاية هديك 70% قواعد تقدر تستخدمها في إنك تحاول تنطق حرف ال E. اول حاجه نطق حرف ال E ونطق حرف ال I، لان احنا بنتلخبط فيها كتير جدا. في ال I بتبقى مكسوره شويه. تين تان تين تان تان. ال E بتبقى مفتوحه كده. تان اه اي اه. سيكس سيكس. وفي ناس بيقولوا سيكس، طبعا ده موضوع تاني خالص. ساكس ساكس. الايف في اخر الكلام في الانجليش بتبقى سايلنت اي، او اي ما بتتنطقش. زي سباين جيف ميك ليك سترايك اند سو اون. طبعا الموضوع دوت ليه اكسبشنز، بالذات لو الكلمه ما بيبقاش اصلها انجليش او جايه من لغه تانية زي الفرنساوي مثلا. زي مثلا كلمه ابوستروفي اللي احنا بنقولها ابوستروف ابوستروفي كافي فيونساي ريزومي كمان. طيب الاي كمان بتبقى سايلنت في تركيبة الاي دي. واحد يقول الاي دي دي بتاعت الماضي البسيط. اللي عنده فكرة عن الانجليش عارف ان احنا في افعال في الانجليش بتبقى regular verbs، يعني افعال منتظمة، او عشان نتكلم في الماضي لازم نحط لها اي دي. ووك ووكت arrive arrived. انت ملاحظ حاجة؟ انا ما بنطقش الاي في الماضي. الاي بتبقى سايلنت، فما بنقولش arrived ولا بنقول مثلا walked، بنقول walked arrived. زي work مش worked، worked worked. help help helped helped. دي هتغير نطقك 180 درجة. ايه تتنطق في الماضي؟ في حالتين بس، لو الفعل الاساسي the stem of the verb او التركيبة بتاعت الفعل الاساسية اللي هو الفعل في المضارع بينتهي بدي او بينتهي بتي. زي مثلا won't، هنا مضطر اقول في الماضي wanted او wanted. اوكي decide في دي decided. need في دي needed. قاعده ثانيه معانا النهارده وهي الماجيك اي او الاي السحريه. تمام، احنا قلنا قبل كده لسه من دقيقتين او دقيقه ان الاي في اخر الكلام تبقى سايلنت. لكن بتبقى سايلنت ليه؟ ايه لازمتها؟ لازمتها انها بتاثر على نطق فاولز ثانيه في الانجليش. واحد يقول الفاولز، ممكن تفكرني سريعا كده، الفاولز اللي هي الحروف المتحركه اللي انت شايفها دلوقتي على السكرين. لما الاي بتبقى موجوده النطق بتاع الفاول بيتغير. اول حاجه اليو، لما الاي بتبقى موجوده في اخر الكلام نطق اليو بيبقى اسمه لونج يو، يعني اليو بتتنطق زي ما هي بالظبط. في كلمات زي هيوج هنا نطقتها يو. اوكي، لكن لو كلمه ما فيهاش اي هج حضن اوكي. اس لكن يوز. كيوت يعني كات. كيوت كات. حرف الاي بيتنطق لونج فاول، يعني اي مش اه لو في اي في الاخر. زي ايت كلب بس في الماضي، لكن ات هات عشان ما فيش اي اه، لكن في اي تبقى هيت. بلان ما فيش اي لكن تتنطق اي لو في اي. بلين. طبعا في اكسبشنز للنقطة الصغننه ديت، مثلا فعل مشهور جدا زي هاف. الاي كمان سايت، لكن لو مفيش بنقول سيت. الاو بتتنطق لونج، ولونج تاني يعني بتتنطق صوتها زي كأننا بننطق الالفابيت او كأننا بننطق الحروف الابجديه. هوب هوب هاب هاب. كوب كوب، لكن لو مفيش اي تتنطق كاب كاب لو ظبط شرطه. الاي كمان لو جايه في الاخر وجايه قبلها جي، الجي دايما هنا بتتنطق جاي. لارج بادج كيج. ركز بقى في الحته اللي جايه دي قوي قوي قوي. الاي ار او الاي اي ار احنا بننطقهم غلط خالص. اوكي، في الكلمات الجايه دي ما تقول دايما دم ار ار، ما تقولش ايرس. اوكي، قول ايرث، ما تقولش ايرلي، قول early. perfect per number number. انا حطيت قواعد لحاجات مهمه جدا في الاي في الانجليش، بس في حاجه اسمها اي اند فاولز كومبينيشن، يعني الاي لما بتيجي مع فاولز ثانيه. زي مثلا الاي لما بتيجي مع الاي
حابب نطق A زي مثلا A زي wait زي 8 رقم 8، لكن احيانا بتتنطق I زي height ارتفاع. ال E مع ال A احيانا تتقال great، واحيانا مثلا meal وجبة read. يعني ال vowels combination او ال E لما بتيجي مع vowels تانية في الانجليش للأسف you have to consult a good dictionary. If you like the video please share and like and support me. Okay? لأنك ما تسمعش الكلام ده في حتة تانية غير هنا. That's all and wish you all the best.